الى وصلتوا هنا 300 كا نمشي لكم لتيندوف. انا نمشي لكم راه تيندوف ما بعيداش على المحبس على الليسر. انا راه مخلت على الليسر 44 كيلومتر من المحبس الى تيندوف 44 كيلومتر والقضيه زينه تما. الى وصلتوا لنا 300 كان نمشيو لكم. يا الله اش بان لكم هذه فرصتكم، وصلونا 300 كا ونمشيو لكم لتيندوف نصوروها. ان اليوتيوبرز المغربي انه يصور في منطقة صحراء شرقية ارض مغربية، ولكن انه اختفى منذ ايام. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد. فين كتواجدوا؟ في الصحراء المغربية. جينا من جديد نصور لكم الصحراء المغربية. درجة الحرارة مرتفعة بواحد الطريقة خيالية، والشاحن ديال بصح سخون الحال هذا الغوان صراحة. اللي عليكم هو تبع هذا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعل الجرس وساعدونا باش نوصلوا 300 كا. إلى وصلتونا 300 كا غادي نمشي لكم تيندوف، حيت بين المحبس وتيندوف 44 كيلومتر فقط. إلى وصلتونا 300 كا نمشي لكم تيندوف، نصور لكم منطقة ديال تيندوف اللي بغى يوقع يوقع. إذن غادي نكتشفوا لكم مزيد. إذن القضية زوينة تماما في الصحراء المغربية. أخيرا هذه هي الصحراء المغربية. واو 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 واو. أشوف بزاف واي يدير لي بغى من بلاصي هو في الطريق. شوف شوف كيفاش من بلاصي وسط الطريق. شوف 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 ترى علام علام كيدير اللي بغى هو. اذا غادي نمشيو لكم نقربوا لكم البلاكه اللي فيها المحبس الزاك. هي هذه منطقه ديال الصحراء المغربيه، هي هذه المحبس الزاك البويرات. البويرات في هذا الاتجاه. اذا هذا السهم اخوتي كيبين لكم المنطقه فاش كنتواجدوا باش يعرفوا الناس يقولوا لك لا راه ربما كيتوجه البلاصه. انا حاليا كنتواجد في الصحراء المغربيه. ها هي المحبس الزاك البويرات، هي هذه البويرات. هاد الطريق اللي باغي يمشي للبويرات هاد الاتجاه فاش كاينه. ها ديجا مشيت للبويرات، مشيت للحماده، ما خليت قنت في الصحراء المغربيه. وفي نفس الوقت واو واو درجه الحراره يا اخوان. شوف اخوتي شوف 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 كيفاش كيخرج من العرض. واو والتسخونيه ترى 50 درجه. او عباد الله اويلي 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 ترى قرعت الماء من اسدت الهرا شربت قرعت الماء. سخون الحال ديال بصح باقا عندي انا الكليما في الطوموبيل كنخدم الكليما ولكن غير تخرج هنا الحمام. اذا الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه، والله ينصر ملكنا محمد السادس وعيش الملك. وهذه هي الصحراء المغربيه. اذا ارضنا بلادنا ارضنا الصحراء المغربيه هي هذه. كما كتشوفوا الصحراء الهدوء الكارم. شوف ولكن درجه الحراره يا ربي السلامة، درجة الحرارة صعيبة جدا 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 جدا. هذه هي الصحراء المغربية والمغرب في صحرائه. إذا هاي البلاكة خوتي. هاي المحبس. يا ويني يا ويني بك يا المحبس. ارجع. هاي وصلت المحبس راه أنت ترى واعر توصل المحبس ترى واعر. أما بزاف هو ماك راه يمشي حتى لتيندوف. يمشي يصور لكم مع البلاكة ديال تيندوف. يتلقى مع شي سحرة. شكون انت؟ منين انت؟ اش تعدل هون؟ الله نصور. منين انت؟ صحراوي والله حق بعد. الله صحراوي مرحبا وسهلا. يلا طيب معنا يلا. ولا واحد منا الله واحد منا باش ارضوا الراجل دخلوا رحبوا الراجل. والله مرحبا وسهلا. جيبوا السينيه جيبوا الزريق نزرقوا للسيد بالحليب واللبن واتاي وزيدوا زيد. اذا الصحراويين عندهم تقاليد. اذا الناس طيبين الناس كرامه. اذا مع الاسف الشديد اش غادي نقول لكم درجه الحراره. شوف 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 الاخوان. واو واو حاليا راه الصيف دابا حاليا راه بقى والو شهر 7 دخول في شهر 7 درجة الحرارة خيالية. واو القميجة ديالي اخوتي رغنات صافي ورغنات القميجة ديالي بحال الا سبونتها.
اذا اش وراء عشدا اذا كندير واحد المجهود تشوفوا الدرجة الحرارة اللي كاينه ربما 50 درجة حاليا. ترى فران ترى فران انت ما يمكنش اصاحبي شوف الارض كي دايره ما يمكنش سخون الحال بزاف. اذا علاش جيت لهنا؟ كنحب الصحراء المغربيه ضروري نجي الصحراء المغربيه. عزيز عليا المحباس، عزيز عليا الزاك، عزيز عليا اسا كرميم، هاد المناطق كلهم ديال الصحراء المغربيه كنحبهم ونفضل نمشي للعيون، نمشي للداخله دائما نوصل كرميم. كنبغي نزور هاد المنطقه ديال الصحراء المغربيه. اذا ما قدرتش اخوتي السخونيه. اوف لطيف لطيف لطيف. ترى هادشي راه ماشي حمان، هذا ترى ماشي حمان. تحياتي للجيش المغربي، تحياتي للقوات المسلحه الملكيه اللي كيديروا مجهود خاص في الحدود والجدار الرملي. اذا الصحراء المغربيه الجدار الرملي كاينين في ديك المنطقه ديال المحبس، اذا درجه الحراره مرتفعه ديال بصح. الله يحسن العوار اي واحد والله يوفقهم. وفي نفس الوقت بعد الاسابيع اللي دازت تقريبا كانت المناوره ديال اسد افريقي خاص بزاف ديال الدول شاركوا خاص في المنطقه ديال المحبس، اذا وفي المنطقه ديال طنطان. اذا هادشي شفتوا المناوره ديال الاسد افريقي بعد الدول اللي شاركوا فيه، اسرائيل اول مره، امريكا، الجيش امريكا، الجيش اسرائيل شارك في المناورات ديال اسد افريقي في الصحراء المغربيه. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير. خصنا نمشي للطوموبيل الكليمه اخوتي، خصنا الكليمه. ترى بزاف هادشي، ترى ما يمكنش اصاحبي هادشي بزاف. واو اوه السخونيه ديال بصح، السخونيه ربي السلامه. اذا هادشي كله زوين. اذا كما قلت لكم مع هاد الصهد ما كنقدرش نركز على داك الشيء، داك الموضوع اللي قبل ما نجي لهنا اللي بغيت ندوي عليه مع هاد الصهد. صافي نسيت كل شيء، نسيت كاع داك الموضوع اللي قبل ما نجي لهنا اللي حفظته نسيته بهاد الحمر ودرجه الحراره. يا ربي السلام. كيفاش ما غاديش نكمل هاد 8 دقائق تندوب. يا ربي السلامه. اذا الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه الى الابد. وفي نفس الوقت بعد اعترافات بزاف ديال الدول خاص على الصحراء المغربيه وفتح زياده اكثر من 32 قنصليه في الداخل والعيون، والصحراء المغربيه حققت واحد النجاح كبير خصوصا بعد اعتراف الامم المتحده بالصحراء المغربيه، خصوصا الرئيس ترامب السابق ديال امريكا، والتاكيد من جو بايدن بانه الصحراء المغربيه والسياده المغرب على صحرائه. اللي بغى واللي ما بغاش امشي جالس يشرب البحر، الله جالس يشربوا البحر. اللي ضدنا الله يمشي يشرب البحر، اللي العدو ديالنا الله جالس يشرب البحر. الله احسن لي. اما صحراء مغربيه وستبقى مغربيه الى الابد. باش نكونوا واقعيين. اذا يكون خير كما كتشوفوا اجواء ممتعه. غنجبدوا الرايه المغربيه. هي بلاصتها باش نوضح لكم. هي الرايه المغربيه شتيها. هي بلاصتها هي جالسه في المكان ديالها. بلاصتها هادي نجمه الملايين كما كتشوفوا الرايه المغربيه. نرفعوها خاص في الصحراء المغربيه. اذا واحد الحب كما كتشوفوا الرايه المغربيه والصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه. عفوا ايوا كما كتشوفوا ديما مغرب والصحراء مغربيه. وفي نفس الوقت حنا جينا اكتشفنا الحقيقه واكتشفنا الواقع. اذا المنطقه ديال الصحراء المغربيه وما بعيدش الزاك هنا والمحبس مع درجه الحراره ما نقدرش نمشي للمنطقه ديال المحبس، حيت باش كنزيد قدام الحماده غادي تكون درجه الحراره سخون الحال بزاف. اذا هاد درجه الحراره ما نقدرش نزيد لقدام مازال. اذا غادي نرجع الى منطقه ديال اسا، ومن بعد من اسا ان شاء الله نصور شي حاجه تما، نرجعوا لكلميم، من كلميم الى اكادير ان شاء الله بحول الله. ولكن دائما الاخبار ديال الصحراء المغربيه دائما كاينين، والمواضيع ديال الصحراء المغربيه دائما كاينين. درجة الحرارة يا اخوان وباز والله الا باز للناس اللي ساكنين هنا. تحياتي للجيش المغربي والقوات المسلحة الملكية اللي ساكنين في هاد الصحراء المغربية باش يردوا العدو.
الناس اللي كيشتغلوا خاص في الصحراء المغربيه، خصوصا اللي متكلفين بالطائرات الدرون المغربيه والسلاح والرادار وزيد وزيد وبزاف ديال الحوايج. الله يحسن العوان اي واحد. هاد درجه الحراره اللي خور لطيف 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 لطيف. بعد الناس غيقول لك انت ولفتي اكادير بارد، ما ولفتيش درجه الحراره، وانت اش غادي تولف وصافي كتخنق. ترى ترى هادشي راه ماشي درجه الحراره، وترى فران هذا ترى فران عباد الله، هادشي راه ماشي درجه الحراره، ترى ما يمكنش اصاحبي، ترى مستحيل يقبل العقل، ترى ما كنقدرش نتنفس، مجهد الصهد الصهد بزاف الصهد. يا ربي السلامة. إذا الصحراء مغربية والمغرب في صحرائه وديما مغرب، والله ينصر ملكنا محمد السادس وعيش ملكنا. صحراء مغربية وستبقى مغربية. أما بالنسبة للأعداء ديال الوطن اللي كيقولوا أنا درنا فعلنا، ها احنا في الصحراء مغربية، ها احنا في الصحراء مغربية، كنتواجدوا في أرضنا في الصحراء مغربية، والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، والله ينصر ملكنا محمد السادس، عيش الملك. إذا هادشي زوين رائع جدا. هذه هي الصحراء المغربية كما كتشوفوا، الأراضي ديال الصحراء المغربية. سلام يا سلام يا سلام، أوه تبارك الله. هذه هي الصحراء المغربية كما كتشوفوا، المناخ ديالها الحمان الإخوان، الحمان الحمان ديال بصح. إذا الصحراء المغربية رائعة، الصحراء المغربية زوينة، اللهم بارك. واو 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 واو، اللهم بارك. إذا صحراء مغربية والمغرب في صحرائه. إيوا كما كتشوفوا معنا، الصحراء المغربية والمغرب في صحرائه، أجمل مكان في الصحراء المغربية بالنسبة درجة الحرارة مرتفعة، بالنسبة الطبيعة ديالها، المناخ ديالها. الصحراء المغربية راكم عارفين المناخ ديالها في شكل، ماشي بحال الشمال، ماشي بحال سوس، المناخ ديالها في شي شكل. إيوا حنا دائما كنجيو للصحراء المغربية، هادشي كنديرو بحبا، كنحبو هادشي اللي اش غادي نقول لكم. بعد الناس غيقولوا لي شنو كتستافد من هادشي، انا كنستافد هو كنجي نتبدع بهذا الجو الرائع جدا، هذا الجو كنكتشف، هذا هو المهم، واحد حب الوطن وفي نفس الوقت نقهروا الاعداء ديال الوطن، حتى هذه مهمه. الا درت الفيديو هنا وقلت الصحراء مغربيه وقلت عيش الملك ورفعت الرايه مغربيه، راه القمه ديالو. يا سلام، في نفس الوقت كنقهروا الاعداء ديال الوطن، وعزيز عليا ربي بلاني بهاد الصحراء المغربيه نصور فيها، عزيز عليا. دابا بعض الناس ما غاديش يفهموني، كنحب هادشي، عزيز عليا نجي للصحراء المغربيه، انا مرتاح، انا مرتاح دابا كنصور وكنسوق خاص في الصحراء المغربيه حبا. الصحراء ديالنا هادي خصني نزورها، نتسارى فيها، نفوش فيها، هذا هو الواقع. الصحراء ديالنا كاين اللي تسال لي شي حاجه، نجي اي وقت نجي نصور في الصحراء المغربيه، هذا هو الواقع. كاين اللي كيخلص لي المازوت، كاين اللي كيخلص لي المازوت، يا انا اللي كنخلص المازوت على راسي، انا اللي كنصرف على راسي كلشي، هادشي اللي كاين، ما كاين حتى شي واحد كيحطنا حتى درهم، هذا هو الواقع. هادشي حبا حبا، عزيز عليا، هوايتي هي الرحله الى الصحراء المغربيه. ايوا كنتسارى وكنديروا الجوله ديالنا، وفي نفس الوقت هادشي مهم، والصحراء المغربية ستبقى مغربية إلى الأبد، ونكتشفوا الأعداء ديال الوطن باش يعرفوا المغاربة كيموتوا على الصحراء المغربية، وردوا على الأعداء ديال اللي كيديروا الاستفزاز، هذا هو الواقع. إذا كما كتشوفوا نتمنى تمتعوا معنا بهذا الجو الرائع جدا، حيت بزاف ديال الناس ما عمرهم جاوا للصحراء المغربيه، كنحاولوا حنا نصوروا لهم فيديو باش يكتشفوا الصحراء المغربيه. يقدر بعض المغاربه تقول له واش عمرك مشيتي للمحبس، يقول لك لا، تقول له واش عمرك مشيتي لتندوف، يقول لك لا. اذا حنا كنحاولوا نصوروا ونقربوا لهم الصوره بصوت وصوره باش يكتشفوا الصحراء المغربيه ويكتشفوا الواقع ويكتشفوا الحقيقه، هذا مهم بزاف. اذا نتمنى الاعجاب ديالكم، الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد،
وحنا سايقين غاديين الى المنطقه ديال المحبس. هذا هو الواقع. الى وصلتونا 300 نمشي لكم لتندوف. انا نمشي لكم راه تندوف ما بعيداش على المحبس على اليسر. رانا بخلت على اليسر 44 كيلومتر من المحبس الى تندوف 44 كيلومتر والقضيه زينه تما. الى وصلتونا 300 كنمشيو لكم. يا الله اش بان لكم هذه فرصتكم. وصلونا 300 ونمشيو لكم لتندوف نصوروها. ان اليوتيوبرز المغربي انه يصور في منطقه صحراء شرقيه ارض مغربيه، ولكن انه اختفى منذ ايام.